تسلم ايديك. صحة وعافية. الشايب مسكين قاعد بين أربع حيطان، أنت ملاقي لحالك مطرح حلو ومريح. طيب أنت هلأ شو رح تساوي هون؟ ما بتعرف، يمكن أنا وعلي نبلش بشغل الرسم. مو هيك علي؟ منبلش معلم، شو بتريد؟ أنا جاهز. يعني بفهم من هالحكي إنك حتحاول تحافظ على البيئة. أنت شو عم تعمل؟ المعلم طلب مني شكل فريق ضد أرماجيدون، فريق دولي، فريق قوي، واسمه اللواء الأسود، قوي مثل اسمه. وانت رح تكون القائد؟ رح نشكله تحت حماية المعلم. بس الحقيقة لو كنت انت كان صار أحسن، وشغلنا كمان نوع من المحافظة على البيئة، بس بواقع الحال حتكون بيئتنا شوي واسعة. طيب كارا، فهمت عليك، على خير إن شاء الله. ايه تسلم. مريني دكتورة. عمران، رح أطلب منك شغلة. تفضلي دكتورة. لوي، فوت صارب. إلك عندي أخبار حلوة، قدرت أقنعه لتورغوت وقال لي إنه رح يشتغل معنا بكل سرور. خبر حلو، كيف زبطته للزلمة؟ كل واحد عنده نقطة ضعف يا مراد. في شي تطورات مع سيدات؟ سيدات بجيبتنا. بهنيك يا شريكي، الحقيقة في تطور أهم من هيك. خلال ساعة رح تصير عملية، وأعطيت أوامر ببيع أسهم الشركة بشكل مفتوح. عن أي نوع عملية عم تحكي؟ النائبة ليلى تركمان رح تنقتل، يلي أنت عرفتني عليها. وين شردت؟ لا تصدق كل شي بتسمعه، كل دقيقة في تغيير بالأحداث. بتحب اشتغل شي بالأسهم اللي نحن شركاء فيها؟ طبعا طبعا، فيك تشتغل، بس ما رح يصير مشاكل. ما هيك؟ انت لا تاكل هم، انا بحلها. آسف، لازم سوي اتصال ضروري. نعم سيد مراد. عم بيدور حديث انه في عملية لحراس المعبد مو منيحة. كيف؟ بعتقد رح يجمعوا عملية مالية بعملية تصفية جسدية عالية المستوى. انت شو قصدك؟ عاكف، الهدف المدعي ليلى تركمان. في عندك شي معلومة تانية؟ لا،
هذا كل شي بعرفه لهلا. طيب مراد، إذا وصلتك أي معلومة تانية بتخبرني دغري. ماشي. فولكان، حدد لي بسرعة موقع المدعية ليلى تركمان وأعرف فريق لنا وجهه لهنيك. شامل، أرتكن، تعالوا معي. أستاذة ليلى، أنت هلأ بخطر، لازم وجهك على مكان آمن بأسرع وقت. شو وضع الخطورة؟ ما معنا وقت، أعطي التليفون للسائق. أحمد، نفس شو بيقلك عاكف. في شي حدا مراقبك؟ لهلأ ما في. لقدام لف على اليسار. بعد 100 متر لف على اليمين، رح بتشوفنا قدامك. أحمد انتبه، مسكوا منيح. تفضلي استاذ.
أستاذة ليلى، أنت منيحة؟ بالأريكة تعال. تعرف شو هو عشب الأريكة يا عابد؟ إذا بعد 40 سنة عن المي، مجرد ما يلامس نقطة مي دغري بيخضر. بابا عمر، أكيد أنت سمعت التسجيل. سمعت. أخذت قرارك يا ابني؟ بعد ما مات أخي مراد حسيت حالي بفراغ كبير، ما عرفت شو بدي ساوي. يلي صحاني فكرة الانتقام وإني أخذ بالدار. كتير كان صعب هالشي، وقت أتصرف كأني واحد منهم وارفع سلاحي بوش رفقاتي واخواتي يلي دمهم من دمي، بس ما عاد فيني ارجع من هالطريق. بكل لحظة بتردد فيها بيخطر على بالي أخي مراد. كل ليلة كنت نام بعذاب الضمير، وكنت في الصبح بشعور مليان انتقام. بس هلأ أنا انتهيت يا بابا. أنا بحاجة للقوة وللإيمان مشان أقدر استمر بهالشي. عم يأنبني ضميري يا بابا. بس ما عاد فيني أرجع من الطريق اللي مشيت فيه. يا ابني أنا ما عندي أدنى شك فيك، لا من قلبك ولا من نيتك، وكمان أنت راجع قلبك يا ابني. إذا كنت واثق من أنك بالطريق الصحيح ما حدا بيقدر يرجعك عن طريقك. إذا ما إلك شك من ناحية قلبك الله رح بيكون معك، كون واثق فيه. يا ابني انت اكيد بتعرف قصة النبي يونس، ما هيك؟ النبي يونس يا ابني فكر انه ما عم بيقوم بمهمته بحق، وانه ما كان ناجح برسالته، فاتخذ قرار يهجر قومه ومدينته اللي عايش فيها، فبيركب بسفينة وبتأبحر هي السفينة في بالبحار، وإذ بتهب عاصفة قوية وبيهيج البحر. فبيقولوا القبطان والركاب بأنه السفينة رح تغرق بسبب هذا الزلمة المغضوب، وبيقوموا على النبي يونس بيمسكوا وبيرموا بالبحر. وهو عم يغرق بالبحر بيجي حوت وبيبلعوا للنبي يونس، بينجى النبي يونس وبصير جواته وبيضل ببطن الحوت لفترة من الزمن.
وقت اللي حس النبي يونس بغلطه بيقول لربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي سبح ربه واستغفره واعترف إنه كان من الظالمين، فبيتوب لربه والله بيتقبل توبته وبيسامحه. الله بيتقبل توبة كل عباده. وبعدها ربنا أمره للحوت مشان يرمي النبي على البر من جديد. وقت اللي بيترك الحوت سيدنا يونس على البر، سيدنا يونس بيرجع لمهمته بروح جديدة، وبيرجع يمشي بين الناس يدعيهم لدين التوحيد. وانت عميل مثل سيدنا يونس، ردد هاي الآية مشان الله يهديك. الله بحب عباده يلي بيناجوه عطول يا عابد. شكرا، يسلم هتم. بابا عمر، التسجيل. أدني أبر غميق للي بسمعه يا ابني. أرجوك ادعي لي يا بابا. الله يحميك يا ابني. هذا المقعد له صاحب، ما فيك تيجي تقعد هون على كيفك. حرك، روح من هون وحل عني. جواتي حريق بلا ما تنخنق بالدخان. عم اقول لك هذا المقعد له صاحب، هذا المقعد لاخي عبد الحي. يلا من هون حرك. مقعد اخي عبد الحي ما هيك؟ أخوك عبد الحي مات، عبودي راح. شو؟ أخي عبد الحي مات؟ يلا روح اتحرك واتركني لحالي. آخ على هالدنيا الكذابة، ما بيضل غير النذل. يا ابني ما عندكم شغل تاني، حلوا عني. عبد الحي. عمران. عبودي انت. كيف هيك يا عبود؟ انا بعيني شفت جثتك محروقة. استغفر الله يا ربي. لا تواخذني يا عمران، للضرورة احكام. كيف يعني للضرورة أحكام؟ أنت بتعرف شو اللي عيشتني إياه؟ بعد أخي مراد على مدار ضوعت كل أصحابي. منيح ما كنت رميت حالي بهالبحر وقلت شو بدي من هي الدنيا. منيح.
خلص عمران لا تزيدها هيك. خلص ما في شيء. لسه عم تقلي لا تزيدها كيف يعني؟ الكل بيعرف انك ميت. يلا خلينا نخبر البقية. وقف عمران شوي، استنى. عودوا خلينا نحكي. لاحق تخبره. يلا بدك تجي معنا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. عليكم ورحمة الله. يا رب أنت الغفور وأنت تحب المغفرة، فاعفو عنا. أنت العظيم الرحمن الرحيم، وأكرمنا من كرمك يا رب، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين، لكي نسامح صغارنا مثلك. آمين. بابا سامحني. عم اشكر ربي ألف شكر لأنك عايش يا ابني. ما في داعي تضغط على حالك يا ابني، انت ما في عليك حق. هذا القرار ما كان بإيدك ومو بإرادتك، مضطر تتحمل هي المسؤولية، وانت أكتر واحد متأذي من كل هاد يلي عم يصير. ولا تتضايق يا ابني من أخوك عبد الحي، مع الوقت أكيد رح يفهمك. بس يا ابني في شي لازم خبرك إياه بخصوص رفيقك عابد. عابد إجا لعندي مشان يحكي لي. إمتى؟ الليلة. كيف كان وشو حكيتو؟ اجا لحتى يشكي لي همه ويطالع يلي بقلبه. حاسس انه لا حول ولا قوة، داخل بطريق صعب كتير مشان ياخد بدارك، وحاسس حاله وحيد. لو بيعرف انك عايش اكيد كان اختلف عليك كل شيء. عندي علم عن وضع عابد يا بابا.
وزعلان كتير من شانه، بس كمان أي اتصال معه ممكن يحطه بموقف صعب، لهيك عم حاول حل هاي المسألة من دون ما يصير عليه شيء. طيب أنا بس حبيت أنك تعرف هالشي. بالأول رحت لعند أمك ما هيك؟ جيت تزور أمك بالمستشفى قبل مو هيك؟ وقت اللي قالت لي أمك إنك إجيت قلت لحالي يا حلم يا خيال، بس طلعت حقيقة. ما قدرت أتحمل أكتر يا بابا، ما قدرت أتحمل وجع أمي، حبيت شوفها وحبيت ألمسها كمان. ما بتعرف قديش انبسطت بشوفتك يا ابني، حتى الدكاترة احتاروا بأمرك، معالجتك كتير عم تتحسن. يا ابني بالنسبة لنا ما في وجع أكبر من وجع غيابك عنا أبدا، لا تقيم من بالك هالشي ماشي؟ مثل النبي يعقوب اللي ضوع ابنه يوسف، عيوننا اللي كانت مسودة من غيابك كانت عم تضوي من الريحة اللي كنا عم نشمها برهف. رهف منيحة لهلأ، ما قدرت تتقبل موتك ولا بأي شكل. يا حبيبتي كانت حاسة، والبنت والله كتير بحاجتك يا ابني. أكيد رح تعرف رهف إني عايش، بس بالوقت المناسب طبعا، مو حابب دوقها نفس الوجع كمان مرة. وقت اللي رح خبرها ما عاد تركها بكل حياتي بقى، رح تكون معي على طول، حنكون كلياتنا مع بعض. إن شاء الله يا ابني إن شاء الله. وأمك هلأ بينشغل بالها علي، منروح سوا؟ بابا آسف، خليني إجي بعدين. طيب يا ابني، بس لا عاد تشغل بالنا عليك. الله يكون بعونك يا ابني. آمين. بابا الله يديمك فوق راسنا على طول. جانب السفينة الأيمن. سن جق. فاكهة مجففة من 4 أحرف. مشمش. أكيد مشمش. كتير شاطرة فيهن ماما. أنا كنت حلة على طول مع بابا عمر. سيد عمر. أهلا وسهلا فيك بابا. شكرا يا بنتي. شو أخبار الست نازك ورهف؟ رهف نايمة بالغرفة، وماما نازك عم تحل كلمات متقاطعة. عن جد؟ يا عيني على هالخبرية. أهلا وسهلا سيد عمر. لك يا أهلين. يعني فقت أخيرا. تذكرت هاي السكين؟ شو كان بدك لقتلت الزلمة؟ احكي يلا، بدك تحكي من مين أخذت الأوامر؟ احكي ولا؟ ما
طيب شو هي؟ احكي شو هي؟ ها؟ شو هي ولا؟ ولك احكي. اهلا وسهلا يا اغا. وقت اللي كمشنا لقيناها معه. يلا طلعوا لبرا. بس يا اغا. قلت لكم طلعوا لبرا. هاي إلك؟ لا إلي. يعني أنت زلمة الشايب؟ وأنت أغا الحدود؟ أنا يلي عم تدور عليه. أغا الحدود بختيار. وأنا كارا. شو أوامر شايب لعلنا؟ نجي نساعدكم بالسياسة. ونحن كنا على وشك نقطع الأمل منكم. كنا عم نقول أكيد إخوتنا نسيونا. بالوقت يلي رح نصير فيه رماد، رجعنا عم نخلق من رمادنا من جديد. بالوقت اللي كنا رح نقطع فيه الأمل بعد ما نقتل خادم الضريح، طلعت حضرتك. الحمد لله والشكر لك يا رب. الحمد لله. طيب من بعد إذنك يا أغا، هدول زلمك القبضيات اللي إيدهم تقيلة، خليهم يكونوا عساكر عنا باللواء الأسود اللي راح يتأسس تحت حماية الشايب. بيكونوا راح يكونوا الشباب فداء اللواء. لا تواخذنا الأولاد، بيكونوا فكروك زلمة كمال الدين. هاي إشارته على السكين، معناتها هو اللي قتل خادم الضريح. طيب قل لي مين بيكون هذا كمال الدين؟ بيكون الزلمة اللي خبر راسكم عن مكان الختيار اللي انقتل. ومين هذا راسكم؟ مرشح الروس مشان يكون بارون. وكمال الدين بيكون زلمته لراسكم بأذربيجان. ممكن أعرف وين منلاقي لهذا كمال الدين؟ عنده معمل كافيار. كافيار الأسود. أصبح خلينا نروح ندوق الطعمة. واضح إنه الناس مستنينك. صرت قصة على كل لسان يعني هاد. على الحكي الكل بيحكي وبس، صار وقت نعرف مين حيوقف بصفنا ومين رح يضربنا بظهرنا. خلينا نعزمهم، وحسب يلي بيجي وما بيجي منعرف مين صديقنا ومين عدونا. هذا رح يكون مقرنا؟ بالوقت الحالي هذا أنسب مكان منشان نبلش. من هون رح نعلن شهرتنا، وبعدين منشوف شو رح نعمل. بكتاش، أنت المسؤول عن الأمن الداخلي بالمقر، بتركب كاميرات بتشوف منا كل نقطة وكل زاوية. بدك تراقب 24 ساعة. بأمرك يا نهاد. نجدت، أنت المسؤول عن الأمن الخارجي. منيح، لكن رح ذيب كل ذنب خالي ضاضة. كل ياتون عم يدوروا على الثغر يا حرام. بس ما بدي عجقة، بدي زلم عن حقه حقيقي. ثيب يعذبك. عم تحكي عن أمن المقر يعني هاد؟ طيب شو مشان أمنك الخاص؟ والعين يلي وراي حتكون أنت يا أحسان. <تص->
شو قال؟ شو قال؟ بالأول على الإيد، بعدين بقوص على الراس دغري معلم. نروح ناخذ المكان الجديد؟ شو رأيكم؟ حاجة توز يا دبانة، حاجتك توز. الولد باين متحمس، خلينا نتركه يشتغل شوي. طيب معلم شو بتأمرني؟ شو بدي ساوي أنا؟ أنت؟ روحت مأمرتك بإيدك ومكانك طار، وهلأ صار لازم نلاقي لك مكان حلو. شو كان اسمه هذا المكان يا أخي يا طاهر؟ اسمه الجنة، المكان الجنة. معلم مشان الله سامحني، أعطيني فرصة تانية. تعرف القوانين عنا، اللي بيجيب أكتر بيربح. مو يوم حظك، بتحب أعطيك فرصة تانية؟ شكرا معلم. أنا بعرف مين هو الخاين اللي بيناتنا. احكي لي بمين عم تشكي؟ مالي شاكة، أنا متأكدة. ما ممكن يكون غير مراد. حكيت مع صارب وما حدا عنده علم بعملية المدعي إلا مراد. لو ما خبر هو الكي جي تي ما كان قدروا يوصلوا لهونيك وينقذوها. حابة إني أدخل على الخط عشان نقدر نقضي على ليلى ونقتلها. هذا الموضوع تسكر. الأستاذ حكى بالموضوع مع صاحب الجلالة وقال إنه الوضع مكركب حالياً وما في داعي، خلينا نأجل عملية اغتيالها. بس مؤقتاً.